الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه بدايه الفصل الدراسي الثاني في ماده العقيده في كتاب تهذيب تسهيل العقيده الاسلاميه، وانتهينا في الفصل الدراسي الاول من النصف الاول من الكتاب، والذي يعني يدور حول نواقض التوحيد الشرك والكفر والنفاق الأكبر. وهذا الجزء هو النصف الأول الذي يعني يدور في الأسباب والتعريفات والوسائل والأشياء التي يقع بها الإنسان في النواقض التوحيد التي هي يعني الشرك أو الكفر أو النفاق الأكبر. النصف الثاني سيكون معنا في منقصات التوحيد، ولكن قبل أن نبدأ فيه ينبغي أن ننبه على شيء هام، إن هو في الامتحانات التي يعني امتحناها في النصف الأول بيظهر إن في كثير من الناس للأسف عنده بعض الأساسيات بيجيب فيها بطريقة خاطئة، يعني في بعض الأساسيات في مسألة الأسماء والصفات أو في مسألة الأشياء التي يكون فيها يعني بعض التعريفات الخاصة بالكاهن أو بعض الأشياء الخاصة بالتوحيد أو غير ذلك، في بعض الأشياء يعني ينبغي أن تكون أساسيات عند الإنسان، وفي بعض الأشياء التي لا يتوقف عليها العقيدة فقط في الامتحان أو الدراسة، في أشياء خلاص مفروض أن احنا بندرسها حتى نعتقد هذه الأشياء وحتى نسير عليها في ديننا. فمسألة الإنسان يخطئ فيها حاجة من الاثنين، يا إما أنه كان من الأول لم يفهمها وبذلك استقر عنده هذا الفهم وذاكر على هذا الفهم، يا إما الحاجة التانية أنه هو قد يكون يعني لم يذاكر أصلا، وفي كلا الأمرين في تقصير. فالشيء الغير مفهوم ينبغي أن احنا نسأل فيه ونحاول أن احنا نشرحه مرة واثنين وثلاثة، والشيء الذي يعني في الكتاب ينبغي أن يذاكر بطريقة كويسة. يعني احنا في أشياء كتير جدا جايبين 80% أو أكثر من الكتاب نفسه، فلذلك فلما نخطئ في شيء جاي من الكتاب معناه أننا لم أذاكر مذاكرة طيب. فإحنا نتكلم في مادة ليست من نوافل المواد أو ليست من نوافل الأمر، ولكن هي عقيدة أنت بتعتقد فيها في دينك وشيء ستسير عليه طول عمرك. فلذلك فلو الإنسان لم يهتم بهذه الأشياء الآن وأهمل هذه الجوانب الآن، يعني قد يحدث عنده بعد ذلك ترسب عليها في أخطاء والعياذ بالله تقود إلى أشياء يعني من المصائب في الدين. فإحنا لن نتكلم عن مسألة قد تكون ناقضة للطهارة مع أهمية هذه الأشياء، أو شيء قد تكون مبطلة للصوم مع أهمية أيضا هذه الأشياء، ولكن نحن نتكلم في شيء قد يكون والعياذ بالله مبطل للتوحيد أو منقص للتوحيد. فهذه أمور نختص بها جميعا، ليس هناك أحد يستغني عن هذا الكلام. فالفضلا عن أن هو ينبغي الحضور والاهتمام بالأشياء اللي احنا نمليها، الأشياء اللي خارج الكتاب ينبغي أن احنا نهتم بها بعض الشيء حتى لا تسقط منا في النهاية، وبعدين بعد ذلك نجيب فيها بطريقة عامة أو بطريقة كالمعلومات الإضافية أو غير ذلك، وهذا بيظهر يعني بصورة واضحة في الإجابة. النصف الثاني من الكتاب الذي يدور حول منقصات التوحيد، فتكلم فيه في الفصل الأول عن الوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر. فقال: لما كان الشرك الأكبر أعظم ذنب عصي الله به، حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كل قول أو فعل يؤدي إليه أو يكون سببا في وقوع المسلم فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية أمته وسلامتها من كل ما يكون سببا في هلاكها، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا بين لكم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيه. وهذه طبيعة الفراش أو الأشياء الصغيرة التي تطير أنها بتأتي على الضوء، فهي قد يكون هذا الضوء مضر وحارق له، وهذا الذي يحدث أحيانا مع الإنسان إن هو بيأتي للشيء وينجذب للشيء اللي هو فيه ضرر ليه، بيأتي للذنب أو للمعصية أو للشهوة أو للشيء الذي فيه ضرر في التوحيد أو خطورة على التوحيد وهو فيه ضرر ليه. فهذا تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها.
فجعل الرجل يحجزهن، هو مش عايز هذه الأشياء أو الدواب أو الطائرات الصغيرة كالفراش تحترق، فهو بيحاول يبعد هذه الأشياء عن النار ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها، يعني تدخلوا فيها بقوة. وهذا للأسف الحادث في كثير من الذنوب والمعاصي والأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في جانب التوحيد أو في غيره، ترى كثيرا من الناس بيقتحم فيها مع إصرار ومع يعني حب ومع شهوة، فهذا للأسف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ومنع من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد من كل ما يهدمه أو ينقصه حماية محكمة، وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك ولو من بعيد، لأن من سار على الضرب وصل، ولأن الشيطان يزين للإنسان أعمال السوء ويتدرج به من السيء إلى الأسوأ شيئا فشيئا حتى يخرجه من دائرة الإسلام بالكلية، إن استطاع إلى ذلك سبيلا، فمن انقاد له واتبع خطواته خسر الدنيا والآخرة. ولذلك لما عصى كثير من المسلمين نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بفعل بعض الأمور التي نهاهم عنها وحذرهم منها واتبعوا خطوات الشيطان الذي زين لهم الباطل ودعاهم إليه حتى ظنوا أنهم على الحق مع مخالفتهم ومعصيتهم الصريحة للنبي صلى الله عليه وسلم، أدى بهم ذلك إلى الوقوع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. فهذه مقدمة مهمة في هذا الباب، إن الأشياء اللي احنا سنتكلم عنها قد لا تكون هي شرك في ذاتها، ولكنها توصل إلى الشرك، توقع في الشرك. ولذلك كثير من هذه الأشياء بعض الناس لما تذكر له النهي فيها يقول لك والله أنا ما مش قصدي حاجة، وأنا لا أشرك فيها، وأنا بعملها ومش قصدي أن أنا بلتفت في العبادة لغير الله. كثير من الناس اللي بتذهب للقبور أو تغالي في الأولياء أو تحاول أن هي تطوف حول القبور، كل الناس يقول لك والله ده أنا بعمل كده لربنا وأنا مش قصدي حاجة وأنا لا أعبد هذا الإنسان الميت، ولكن هذه الأشياء هي موصلة للشرك، ولذلك نهي عنها ابتداء، وهذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وهذا واقع، وهذا الذي حدث في بداية قصة الشرك كما سيأتي معنا. ولذلك هذا الباب يندرج تحت شيء مهم جدا في الشريعة يسمى باب سد الذرائع، باب سد الذرائع، يعني الأشياء التي توصل إلى محرم تسد وتمنع من البداية، الذريعة هذه تسد من الذريعة إلى الشرك، الذريعة إلى المحرم، الذريعة إلى الوقوع في شيء نهى عنه النبي، فهي تسد ابتداء، وهذا وارد في كل أبواب الشريعة. ولذلك لما نهى الله سبحانه وتعالى عن الزنا قال إيه ولا تزنوا، ولا قال إيه ولا تقربوا الزنا، ليه؟ لأن الزنا له خطوات ومقدمات، لو الإنسان وقع فيها من الاختلاط ومن ملامسة النساء بطريقة محرمة ومن النظر إلى النساء ومن الخلوة بالمرأة الأجنبية ومن المصافحة للمرأة، كل هذه خطوات لو تتبع هذه الخطوات قد يقع في النهاية والعياذ بالله إلى الكبيرة التي هي الفاحشة. فلذلك نهي عن الأشياء المقدمات. نفس الأمر في باب التوحيد، الإنسان الذي يدخل يصلي في مسجد مقبول يقول لك والله أنا بصلي ربنا، جميل، ولكن الطريق ده موصل للشرك ووصل الناس منه إلى الشرك، فسواء أنت هتشرك أو لا تشرك يمنع من البداية. فلذلك في هذه الأشياء، هذه الوسائل لما خفيت للأسف على كثير من الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقعوا بعد ذلك في الشرك، لما خفيت عنه ابتداء وفرطوا في النهي الأولي في المسألة وقعوا بعد ذلك في الشرك الأكبر كما ستأتي معنا الصور الكثير. سيتكلم في هذا الفصل عن ثلاث أمور من الوسائل التي وصل إلى الشرك الأكبر، منها المبحث الأول وهو الغلو في الصالحين. قال لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو على وجه العموم، فقال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يبقى الغلو منهي عنه في كل أمور الدين، منها هذا الباب اللي احنا نتكلم فيه، أن يغلو الإنسان في رجل صالح بمدح أو بذكر خصائص أو بغير ذلك من الأشياء التي توصل إلى الشرك في هذا الرجل. وثبت أن الغلو في الصالحين كان هو أول وأعظم سبب أوقع بني آدم في الشرك الأكبر، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر عن أصنام قوم نوح أنها صارت في العرب، ثم قال أسماء رجال صالحين، هذه الأسماء التي ذكرت في سورة نوح، هذه الأصنام يسوع سواع ويغوث وهذه الأصنام، هذه الأشياء كلها كانت أسماء للرجال صالحين ماتوا، بعدما ماتوا إلا حصل بدأ نوع من أنواع الغلو
في هؤلاء ده, ده وقصة واردة دي بداية الشرك التي حدثت في بني البشر. بدأ الناس يغلو فيهم جدا. طب يا جماعة والله ده كان الشيخ فلان ولا العالم فلان بيتعبد في المكان ده, او طب نروح نقعد نتعبد جنب قبورهم مجرد بس احنا هتعبد ليه البركة هؤلاء اللي كانوا فيه يتعبدوا في جنب بجوار القبور. طب والله طب ما نرسم صور بعد ذلك لهؤلاء الناس حتى بس نتذكرهم, يعني مجرد عشان لما نشوفهم نفتكر العبادة اللي كانوا فيها والهادي اللي هم كانوا فيه شوية بشوية. طب ما بعد الصور دي نعمل تماثيل وبحيث ان احنا يبقى تذكرنا اكثر بهؤلاء. طب وشوية بشوية بعد 3-4-5 أجيال أكيد الناس اللي قبلينا اللي من كام سنة لما صنعوا هذه التماثيل كان قصدهم إن هم إيه يعبدوها وبدأوا يعبدوا هذه الأصنام والتماثيل ويصرفوا لها شيئا من العباد. فقال أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم. الشيطان عمل إيه؟ ما جاش يا جماعة لهم يلا بسم الله كده هنشرك, لا سبحان الله دخدهم واحدة واحدة إلى أن وصلوا إلى الشرك الأكبر. أنها هكذا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم. والأنصاب جمع نصب. ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك, يعني الأولانيين اللي هم كانوا عارفين أن الناس دي مش هتصرف لهم العبادة مش هم اللي وقعوا في الشرك, ولكن هم كانوا وسيلة أدت بعد ذلك إلى أن بعض الأجيال وقعت في الشرك. قال ونسخ العلم لما هلك هؤلاء الأولون وبعد ذلك نسخ العلم, نسي الناس العلم وبعدوا عن فترة البدايات عبدت هذه الأصنام بعد ذلك. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر من التساهل في هذا الباب لئلا يؤدي به أو يؤدي بمن يراه أو يقلده, يعني مش هو نفسه لا ممكن واحد يقلده, ممكن واحد يشوف واحد داخل يصلي عند البدوي يقول لك والله ده الراجل ده اكيد بيروح عند البدوي يتمسح في البدوي ويتبرك بالبدوي ويطلب من البدوي النفع والضر فانا هعمل زيه. هو مش عارف ان فلان ده داخل مجرد ان هو يصلي ركعتين ويطلع, ولكن حتى قد يقلده بعض. لذلك كثير من الناس العوام لما تنهى عن هذه الامور يقول لك ما هو الشيخ فلان واحنا سمعنا ان فلان بيفعل ده, بيستدل بايه؟ بفعل بعض الشيوخ الذين لهم وجاهه في العلم. فلذلك فقال ينبغي للمسلم ان يحذر من التساهل في هذا الباب لئلا يؤدي به او يؤدي بمن يراه أو يقلده أو يأتي بعده إلى الوقوع في الشرك الأكبر. مش ممكن كمان مش الجيل بتاعه, لا الجيل الذي يأتي بعد ذلك يقول لك ده الشيخ فلان كان بيعمل كذا والشيخ فلان كان بيسوي. فقال ومن أنواع الغلو المحرم في حق الصالحين والذي يوصل إلى الشرك أولا المبالغة في مدحهم. كما يفعل كثير من الرافضة وقلدهم في ذلك بعض غلاة المتصوفة. خلي بالك هنا هنفرق ما بين شيئين, هو هنا الغلو بس بالإيه؟ بالمدح. وقد أدت هذه المبالغة بكثير منهم في آخر الأمر إلى الوقوع في الشرك الأكبر في الربوبية, وذلك باعتقاد أن بعض الأولياء يتصرفون في الكون وأنهم يسمعون كلام من دعاهم ولو من بعد وأنهم يجيبون دعاءه وأنهم ينفعون ويضرون وأنهم يعلمون الغيب, مع أنه ليس لديهم دليل واحد يتمسكون به في هذا الغلو سوى أحاديث مكذوبة أو واهية ومنامات, وما يزعمونه من الكشف إما كذبا وإما من أثر تلاعب الشيطان بهم. لذلك كتير من الناس يجي يقولك إيه ده أنا جالي البدوي في المنام قال لي تعالى مش عارف اعمل ايه وصلي فين وسوي ايه, كل هذه تلاعبات من الشيطان. هو البدوي ده نبي؟ لا, لو جاء في المنام يبقى خلاص لازم ده لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في المنام وكان هو النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه لا يكون امر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية او في هذا المنام امر شرعي يجب تنفيذه. يعني لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته الى انسان وامره بفعل شيء لم يكن هذا الامر واجب على هذا الشخص, لم يكن واجب على هذا. قد يستأنس به ليه؟ لأنه فعلا ثبت أنه هو رأى النبي بصفات النبي المعروفة المعلومة, والشيطان لا يتمثل في صورة النبي الحقيقية, في صورة النبي الحقيقية صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أمره في الحلم أو في الرؤية أو في هذا المنام واجب. ليه؟ لأن الواجب من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت في حياته. فلذلك الأقل درجة أو درجات ولا يساوى أصلا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أي ولي من الأولياء الصالحين لما يأتي في منام أو في رؤية ويأمر أمر لا يكون أصلا يعني أمره واجب. خلي بقى الأسئلة في الآخر وإيه في ورقة عشان لا نقطع الحديث. فلذلك هنا ينبغي أن احنا هنفرق ما بين شيئين. هنا قال المبالغة في مدحهم. طب المبالغة هنا يا جماعة في مدحهم بالصورة اللي هو ذكرها إنهم يسمعون كلام من دعاهم وأنهم يجيبون دعاء ده شرك
اكبر ولا من وسائل الشرك الاكبر بس؟ ده ايه الصوره دي؟ لا ده كده شرك اكبر. يبقى هنا لما اجي ان احنا نفرق في كلام المصنف ان المبالغه في المدح ده جزء اوصلهم الى الجزء الثاني اللي هو الشرك الاكبر. قال وقد ادت هذه المبالغه بكثير منهم في اخر الامر الى الوقوع في الشرك الاكبر في الربوبيه اللي هو صوره ايه بقى؟ صوره ان هم الاولياء دول بيسمعوا الكلام وبيجيبوا الدعاء وبينفعوا بيضر، ده شرك اكبر. ولكن هم في البدايه بداوا بايه؟ مجرد مبالغه في المدح، ان الولي فلان ده ما فيش زيه وكان ليه كرامات من كذا وكان بيفعل كذا وكان يرى كذا وكان يحدث كذا، مبالغه في المدح، المبالغه الزائده في المدح. هو لغايه دلوقتي ما وقعش فيه الشرك، ولكن بهذه الصوره هتؤدي الى بعض الناس ضعاف الايمان وضعاف الدين ان هم يقول لك لا طب ما كان ما دام بيعمل كذا يبقى طب ما نروح نتوسل بيه في قبره او ما نروح نطلب منه كذا في قبره، يبقى وصل الى الشرك الاكبر عن طريق المبالغه الاولى اللي ما كانش اصلا فيها نسب شيء ليه من الربوبيه او الالوهيه او غير ذلك، ده هو كان مدح بس مبالغه فيه، فالمبالغه ادت للوقوع بقى في هذا الايه الكلام من الشرك الاكبر. قال وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في مدحه عليه الصلاة والسلام، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، كما عظمت وبالغت في المديح، فإنما أنا عبد. هي مرحلة العبودية دي أشرف أصلا مرحلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ليس تكريما ولا تشريفا للنبي من الأنبياء إن هو يقال إن هو ابن الله ولا إن هو إله، ده بالعكس ليس تشريف له، أعلى مراحل التشريف في البشرية هو العبودية لله عز وجل. فلذلك لا تطروني كما أطرت النصارى، يعني لا تبالغوا في مدحي. وهذا أيضا في حق النبي، في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأن في خصائص واردة وصحيحة في حق النبي صلى الله عليه وسلم يمدح بها، أنه سيد العالمين وأفضل البشر وأفضل الخلق أجمعين، وأن له من الكرامات كذا وكذا، وأن له من المعجزات كذا وكذا، وأن له المنزلة العليا والدرجة المحمودة، وأن له من الصفات يوم القيامة أن له نهر الكوثر، وأنه يعني أول شافع وأول مشفع، وأنه صلى الله عليه وسلم أول من تفتح له الجنة. كل هذه خصائص لما نذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم ده مش مبالغة في المديح، ده وارد في النصوص الصريحة، ولكن المبالغة الزائدة في المديح حتى يقع بعض الناس في ان هو بيوصل النبي صلى الله عليه وسلم كانه يعلم الغيب. ولذلك لو تفتكروا معانا في الجاريه التي كانت تذكر بعض يعني قتل بدر، وفي منتصف الكلام قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، هي بتمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وصلت في المبالغه في المدح انها وقعت في الخطا الشرعي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ادعي عنك هذا وقولي ما كنت تقولين، اللي انت كنت بتقوليه قبل ذلك من المديح العادي يجوز بالاشياء الخصائص والصفات الوارده والصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان في هذا في حقه صلى الله عليه وسلم فغيره من البشر اولى الا يزاد في مدحهم، فمن زاد في مدحه صلى الله عليه وسلم او مدح غيره من البشر فقد عصى الله تعالى، ومن دعا الى هذا الغلو واصر عليه بعد علمه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد ودعا الناس إلى عدم اتباعه عليه الصلاة والسلام وإلى اتباع وتقليد اليهود والنصارى، لأن هم الذين زادوا في الإطراء على المسيح عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم له فضائل كثيرة ثابتة في كتاب الله تعالى وفي صحيح سنته، فهو عليه الصلاة والسلام ليس في حاجة إلى أن يكذب أو إلى أن يكذب أو يزور الناس، له فضائل صلوات ربي وسلامه عليه وسلامه عليه. طيب في نقطة هنا مهمة، هل مسألة المدح بس فقط هي فيها نهي؟ يعني مجرد لأن الكلام قد يفهم منه ذلك، فمن زاد في مدح في الأول ألا يزاد في مدحهم، فمن زاد في مدحه صلى الله عليه وسلم أو في مدح غيره من البشر فقد عصى الله تعالى. المجرد المدح العادي للنبي صلى الله عليه وسلم بما ورد له من صفات وبما ورد له من معجزات وبما ورد له من خصائص اختص بها النبي، هذا يجوز بل هذا مستحب ان الانسان يذكر الناس بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. في حق غيره لو الانسان هيمدح انسان، هل المدح العادي في يعني مشكله او يعني يدخل في باب الشركيات؟ لو في مساله المدح الذي فعله فعلا الانسان بعض الخصائص او بعض الصفات او بعض الافعال الطيبه التي فعلها هذا الرجل فهذا يجوز، ولكن هناك ينبغي التنبه ان هو لا يجوز المدح في الوجه،
وهذا من الأخطاء اللي الناس بتقع فيه، يروا إنسان له من الخصال الطيبة كذا أو من الصفات الطيبة كذا، أو هو مثلا شيخ وقارئ للقرآن بيصلي بيهم وصوته مثلا طيب، أو بيلقي فيهم خطبة وخطبته طيبة، أو مثلا بيفعل من الأعمال الخيرية ومن الزكوات ومن مساعدة الناس كذا وكذا، والله ده فلان ده في زي وأمامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا فعل هذا المديح برجل آخر قال قطعت عنق أخيك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجه المداحين التراب، اللي بيمدحوا الناس في وجوههم هذا يسبب كبر ويسبب عجب عند الإنسان الممدوح. فلذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجه المداحين التراب. أما المدح في غير حضور الشخص فينبغي أن يكون بضابط، المدح في غير حضور الشخص يكون بضابط أن الإنسان يحسبه. ولذلك هذا ورد في بعض النصوص النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما الإنسان يمدح إنسان فينبغي أن يقول نحسبه والله حسيبه، نحسب هذا الشخص والله حسيبه، نحسب هذا الشخص وهذا العلم عندنا إن هذا الشخص فيه من الخصائص أنه رجل نافع وأنه رجل فيه من كذا من الخيرات وأنه الحمد لله بي 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 بيفعل من الأخلاق الطيبة كذا وكذا، نحسبه نظنه والله سبحانه وتعالى حسيبه أنه يكون على هذه الخصال. أما مجرد المدح اللي هو الطبيعي اللي في عدم حضور الإنسان هذا ليس فيه نهي إذا ما كان على سبيل الخصائص فعلا الحقيقية التي وقعت من الإنسان أو فيها من الأفعال. ثانيا تصوير الأولياء والصالحين. أولا كان إيه؟ إحنا دي النقطة الأولانية كلها اللي إحنا نتكلم فيها اللي هي إيه؟ المبالغة في المدح. ده الغلو في الصالحين تحتيه منها أول حاجة اللي هو الإيه؟ الغلو في المدح. ثانيا تصوير الأولياء والصالحين ده يدخل أيضا في باب الإيه؟ الغلو أيضا في الصالحين، تصوير الأولياء والصالحين. قال من المعلوم أن أول شرك حدث في بني آدم سببه الغلو في الصالحين بتصويرهم زي ما احنا ذكرنا، وهذا الحديث وارد في الصحاح كما حصل من قوم نوح عليهم السلام. أول حاجة عملوها أنهم صوروهم يعني رسموهم، لم تكن في عهدهم التصوير المعروف، كان في أي نص نبوي يذكر فيه نص التصوير المقصود بالرسم الرسم. ولخطر التصوير وعظم جرمه وردت نصوص وعظم جرم فاعله وردت نصوص شرعية فيها تغليظ على المصورين وتدل على تحريم التصوير لذات الأرواح أو لذوات الأرواح بجميع صوره وأشكاله. ولذلك في بعض الناس بترسم بعض الصور بالزيت أو بالألوان أو غير ذلك، فعلا سبحان الله فيها من يعني رأيت بعض الصور قريبا لفنان باكستاني سبحان الله يعني كأن الصورة ملتقطة بعدسة وهو مجرد أنه رسمها بإيده. فلذلك هذه الأشياء فعلا ينبغي أنها تدخل في النهي، التصوير اللي هو رسم زي الزيت أو الألوان أو غير ذلك أو الرسم على الورق أنه يرسم إنسان أو حيوان أو شيء من ذوات الأرواح. ووردت النصوص في ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وروى البخاري ومسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال إني رجل أصور هذه الصور. أصور هذه الصور بتدخل فيها في النصوص النبوية صنفين من التصوير. الشيء الأول يدخل فيها الرسم لذات الأرواح أو لذوات الأرواح من البشر أو من الحيوانات أو غير ذلك الشيء، وهذا فيها أيضا يعني بعض الخلاف تمام ان هو دخول هذه الاشياء فيه، ولكن الارجح في كلام العلماء ان هذا الرسم يدخل في التصوير المقصود في الاحاديث النبويه. الذي يعني ايضا يدخل بالاجماع هو التجسيم، التصوير بالتجسيم يعني التمثال او الجسم هذا يسمى ايضا تصوير. ولذلك نقل ابن عربي المالكي الاجماع على ان التجسيم اللي هو فعل التماثيل يدخل في هذه الاشياء او في هذه النواهي الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في التصوير. فجاء رجل الى ابن عباس فقال اني رجل اصور هذه الصور فافتني فيها. فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صوره صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له، الأشياء التي ليس فيها المناظر الطبيعية وغير ذلك. وثبت عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
وده هياتي معانا ايضا في مساله القبور، مساله القبور اللي بتبنى بطريقه مرتفعه خاصه لما تكون بتصنع على طريقه التزيين زي المقصورات اللي في المساجد المقبوره وغير ذلك، مقصوره حوالين القبر ومذهبه وفيها من ده، طبعا كله من الاحاديث التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم او من الافعال التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الا صوره، لان تدع صوره الا طمستها، هذا يدل على جواز الاحتفاظ بهذه الصورة أو أن تكون مع الإنسان، ولكن إذا طمست يعني إيه؟ يعني الرأس نفسها أو الرسمة التي فيها العين أو الوجه أو تفاصيل الوجه تطمس تمسح، ده في الرسم العادي الطبيعي أو في الجسم، الجسم لو الإنسان كسر الرأس نفسه خلاص لم تصبح تمثال بهذه الطريقة. ولكن مثلا لا يكفي فيه التمثال إن هو بس الإنسان يشخبط على عينيه أو يطمس مثلا العين، لا تكسر الرأس تماما في هذه الحالة، خلاص لم تعد صورة ولم تعد داخلة في النهي. ولذلك فإنه ينبغي للمسلم أن لا يتساهل في أمر التصوير بجميع أنواعه، سواء منه ما كان مجسما كالتماثيل وغيرها مما له ظل، وهو أشد حرمة وأعظم إثما. هتجد الكلام ده كتير في كلام العلماء وخاصة في الكتب السلف، مسألة التصوير الأشياء التي لها ظل. الأشياء التي لها ظل المقصود بها إيه؟ المجسمات، ده اللي بيقصد فيه كلام السلف في الأشياء التي لها ظل المجسم، لأن المجسم لما بتحطه كده هيبقى ليه ظل لو كان في الشمس أو غير ذلك. أما ما كان على ورق أو جدار أو خرقة أو غيرها ويعظم خطر التصوير إذا كان المصور من كبار أهل العلم، يعني أما يعني التماثيل يدخل فيها سواء كان التماثيل مجسمة أو الأشياء التي كانت على ورق أو جدار أو خرقة، يعني على القماش مثلا أو غير ذلك. ويعظم خطر التصوير إذا كان المصور من كبار أهل العلم، إذا كان المصور الإنسان المصور من كبار أهل العلم، ليه؟ لأنها تكون وسيلة نفس الوسيلة التي حدثت قبل ذلك في قوم نوح، أو ممن لهم منزلة كبيرة في قلوب الناس. ولذلك هذه مشكلة كبيرة، مسألة صناعة مثلا التماثيل لكبار الناس والرؤساء والفنانين والعظماء وغير، هذا مصيبة من المصائب لأنها قريبة، هي مش شرك. الإنسان اللي بيعملها ما بيقولكش أنا بنحت عشان نعبده، وكثير من الناس يقولك والله احنا مش حاطين التمثال ده في البيت أو مش حاطين التمثال ده في ميدان عام أو في هيئة أو غير ذلك عشان نعبده، ولكن النهي أصلا ليس مجرد عشان العبادة، لأن وسيلة بعد ذلك للشرك. انت ممكن ما تعبدوش، ممكن يأتي بعد ذلك من يعظمه ويعبده. وقال الشيخ صالح الفوزان ابن فوزان الفوزان: التصوير معناه نقل شكل الشيء وهيئته بواسطة الرسم أو الالتقاط بالآلة أو النحت، وإثبات هذا الشكل على لوحة أو ورقة أو تمثال. وكان العلماء يتعرضون للتصوير في مواضيع العقيدة، لأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك، تصوير وسيلة من وسائل الشرك، وادعاء المشاركة لله بالخلق أو المحاولة لذلك. وأول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير، فالتصوير هو منشأ الوثنية، لأن تصوير المخلوق تعظيم له وتعلق به في الغالب، خصوصا إذا كان المصور له شأن من سلطة أو علم أو صلاح، الإنسان اللي يصور اللي هو متخداله الصورة، وخصوصا إذا عظمت الصورة بنصبها على حائط أو إقامتها في شارع أو ميدان، فإن ذلك يؤدي إلى التعلق بها من الجهال وأهل الضلال ولو بعد حين. ثم هذا فيه أيضا فتح باب لنصب الأصنام والتماثيل التي تعبد من دون الله. طيب هنا في مسألة مهمة ينبغي أن احنا نتطرق ليها، مسألة هل يقاس على التصوير الذي ذكر فيه الأحاديث ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير الفوتوغرافي أو له التصوير المعروف اللي هو الصور التي تطبع؟ فهناك من أفتى من العلماء بدخول هذه الصور في النهي، منهم الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية قبل ذلك، واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، وكثير من أهل العلم أفتى بدخول هذه الصور في هذه المحرمات. وبعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال لا، الصورة الفوتوغرافية دي مجرد نية حبس لإنعكاس، يعني هو إنعكاس الصورة، هو حبس هذه الصورة أخرجها ولم يصورها أو لم يماثل هذا الخلق. فلذلك فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني نقل عنه في عدة مواطن أن هذا الأمر إذا ما كان لمباح فهو مباح،
إذا كان لمباح يعني إيه؟ يعني إذا كان يستخدمه الإنسان في الأشياء الطبيعية اللي هو الكنيهات والأشياء اللي بيحتاجها في إثبات الشخصية عن طريق الصورة، أو في بعض الأشياء اللي تحتاج إلى أن توثق أو غير ذلك، أو قد يكون هناك تصوير لدرس علم أو غير. فهذه الأشياء ما دامت مباحة، بل هناك منها الأشياء المستحبة، فتأخذ حكمها. وإذا ما كانت لشيء محرم فهو محرم. إذا ما كان صور فيها عري أو فيها شيء قد يوصل إلى أشياء محرمة أو غير ذلك، فهذه تدخل في المحرمات. ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نهى عن مجرد الاحتفاظ بالصورة. ليه؟ لأن هذا يدخلنا في نهي آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ده نهي تاني. ولذلك لو طلعنا من مسألة التصوير الفوتوغرافي هل هو حلال ولا حرام، مسألة الاحتفاظ بالصور للذكرى، ان الانسان يعلق صورة للذكرى، صورة والد والدة، صورة زوج زوجة، ايا كانت الصورة، هل هذا يجوز او لا يجوز؟ فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى افتى بان هذا مما يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لانه يمنع دخول الملائكة. مسألة بقى التصوير نفسه هل هي حلال ولا حرام، فيها خلاف كبير. ولكن الأولى للإنسان في هذه المواطن مسائل الصور التي لا يحتاج إلى مسألة الذكرى ومسألة تعليق الصور الكبيرة وغير ذلك، هذا يعني يفضل ألا يفعله الإنسان للنهي الوارد أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب ولا صورة. نعم. لو في لو محطوطه بقى في المكتب او في الدرج مش على سبيل الاحتفاظ او الذكرى، خلاص هي واخده صوره ان الانسان هيحتاج الى هذه الصوره بعد ذلك في هيئه او في مصلحه او غير ذلك. ونفس بقى الكلام عشان احنا زي ما قلنا خلينا انها هيزعل كده. ثالثا التبرك الممنوع بالصالحين، وهذا سياتي عنه الكلام في المبحث الذي يليه. المبحث الثاني التبرك الممنوع، هو كان ايه المبحث الاول؟ الغلو في الصالحين. ده كله في ايه؟ ده كله بقى في اصلا في منقصات التوحيد. كل ده كله في باب منقصات التوحيد. التبرك الممنوع، عرف التبرك اولا قال هو طلب البركه، والبركه كثره الخير وزيادته واستمراره. وفي الحقيقه كل يعني خير او بركه في الموجودات ينبغي ان الانسان هو يعتقد انها من الله سبحانه وتعالى. في بركه وضعها الله سبحانه وتعالى في بعض المخلوقات، وخصها الله سبحانه وتعالى ببعض الخير وأنها سبب في الخير، ولكن كل البركة التي في الموجودات هي من صنع الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى من قدرته ومن مشيئته أن يجعل الخير والبركة في شخص من الأشخاص كنبي من الأنبياء، أو في مكان من الأماكن، أو في شيء من الأشياء، أو في يعني مثلا بعض المخلوقات كالماء مثلا، كماء زمزم أو غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق البركة والنفع في هذا الشيء، ولكن كل الخير الذي وجد في هذا الكون ابتداءه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالتبرك أصله مشروع ببعض الأشياء، ولكن هناك أشياء كثيرة لا يجوز بقى التبرك بها لأنها ستدخل في الوسائل الموصلة للشرك، وهذا ما سنذكر. فالتبرك ينقسم من جهة حكمه إلى قسمين: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. التبرك المشروع هو أن يفعل المسلم العبادات المشروعة طلبا للثواب المترتب عليه، ومن ذلك أن يتبرك بقراءة القرآن والعمل بأحكامه. فالتبرك به مما به هو ما يرجو المسلم من الأجور على قراءته له وعمله بأحكامه، ومنه التبرك بالمسجد الحرام بالصلاة فيه ليحصل على فضيلة مضاعفة مضاعفة الصلاة فيه، فهذا من بركة المسجد الحرام. يدخل أيضا في التبرك المشروع التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يعني بركة في ذاته، بركة في أفعاله، بركة في آثاره صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك في ذاته، وجعل الله سبحانه وتعالى النبي سبب للبركة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو لا ينفع ولا يضر بذاته. فمن التبرك المشروع هو التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعوته أو بأثاره، والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وارد في عديد من الأحاديث. فالصحابة كانوا يقتدلون على وضوء النبي، على الماء الذي يتبقى من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يدفل الريق أو غير ذلك في الماء فيبارك ويضاعف، فهذا وارد في أحاديث كثيرة. ولكن الأشياء التي تبقت بقى، الآثار التي ذكرت بعد ذلك أنها تبقت من النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تحتفظ ببعض شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم في جلجل من الفضة، في يعني طبق صغير من الفضة، ده ورد. ولكن الأشياء التي تذكر الآن أن هي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطاع أنه يتثبت منها إلا بسند صحيح،
ولذلك في الغالب غالب الأشياء التي تبقت إلى أيامنا هذه ليست من أثار النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقال إن هذا الأثر مطبوع عليه قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك هذا حتى يثبت يحتاج إلى سند صحيح، وغالب هذه الأشياء لا تثبت بسند. ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه من آخر الأشياء التي كانت قد ظلت وحرق تقريبا في منتصف القرن السابع 654 هجري، فلذلك لذلك كل هذه الأشياء التي تذكر الآن إن هي من أثار النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى سند صحيح، بدون سند صحيح لا نستطيع أن احنا نتبرك بها أو نبني عبادة عليها. فهذا التبرك المشروع، التبرك المشروع يدخل فيه إن الإنسان يتبرك بالقرآن، الرقية بالقرآن يدخل فيه، وأجاز بعض العلماء مثلا أن يقرأ القرآن على الماء مثلا، ويعني يستخدم هذا الماء في الرقية وغير ذلك، وكذلك أيضا أن يفعل الإنسان العبادات على سبيل البركة، على سبيل طلب الخير وطلب النفع من الله سبحانه وتعالى، هذه من البركة لما الإنسان يحاول أنه يتقرب إلى الله عز وجل بصلاة أو بقيام أو بصيام أو غير ذلك، هذا من طلب البركة والخير من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا التبرك الممنوع، وهذا هو الشق الثاني، ينقسم إلى قسمين، التبرك الشركي والشيء الثاني والقسم الثاني هو التبرك البدعي. التبرك الشركي هو أن يعتقد المتبرك أن المتبرك به وهو المخلوق يهب البركة بنفسه، ده يبقى شرك، فيبارك في الأشياء بذاته استقلالا، يعني حتى لو ظن الإنسان في أي شيء إن هو اللي بينفع بذاته أو بيضر بذاته أو يصرف الضر بذاته فهذا شرك أكبر، لأن الله تعالى وحده موجد البركة وواهبها سبحانه وتعالى. فقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البركة من الله، فطلبها من غيره أو اعتقاد أن غيره يهبها بذاته شرك، ده الجزء الأول. الشيء الثاني التبرك البدعي، وهو التبرك بما لم يرد دليل شرعي يدل على جواز التبرك به معتقدا أن الله جعل فيه بركة، يعني ده الثاني يقول لك والله ده سبب في البركة، مش كشجرة كمثلا قبر من القبور كولي من الأولياء وبعض هذه الأشياء، يقول لك والله أنا مش متمسح بقبر فلان ولا أطوف بقبر فلان عشانه، لا ده عشان ربنا يشفي لي ابني أو عشان كذا، هو معتقد أن الله عز وجل هو الذي يأتي بالبركة، ولكن هو يتبرك بأشياء لم يرد الدليل الصحيح على أنها أصلا تجلب البركة بذاتها، يروح يتمسح مثلا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك عشان البركة، لا مين اللي فعل ذلك أو قال ذلك من الصحابة حتى نقول إن ده والله مكان للبركة، والصحابة لو كانوا يعلمون إن هو مكان البركة لفعلوا ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال حتى بعض العلماء أن مثلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتأدب معه كما يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لو الإنسان واقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم هيفضل يتمسح به؟ مستحيل، هذا ليس من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت نفس الأدب ينبغي أن أنت تكون فيه عند المرور بقبر النبي، أن أنت تخفض صوتك وأن أنت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة فيها أدب لإحتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أتمسح فيه القبر، ولا لأن ده ليس مكان لجلب البركة، ولم يثبت لا بالدليل الصحيح ولا بالفعل الصحيح من الصحابة أنهم فعلوا ذلك. وهو التبرك بما لم يرد دليل شرعي يدل على جواز التبرك به معتقدا أن الله جعل فيه بركة، أو التبرك بالشيء الذي ورد التبرك به في غير ما ورد في الشرع التبرك به فيه، وده اللي ورد قوي، واحد يجي لك من العمرة يروح ماسح السجادة بتاعته فيها يقول لك ده أنا مسحها مثلا في ستارة الكعبة، ده غلط، ده أيضا ليس فيه دليل شرعي أن هي ستارة الكعبة مباركة بذاته، أن هي الإنسان خلاص مسح السجادة فيه أصبحت فيها البركة، لا هذا أيضا من التبرك البدعي، وهذا بلا شك محرم لأن فيه إحداث عبادة لا دليل عليها من كتاب أو سنة، ولأنه جعل ما ليس بسبب سببا فهو من الشرك الأصغر، ولأنه يؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر كما سيأتي بيان. وهذا القسم من التبرك وهو التبرك البدعي ينقسم إلى ثلاثة أنواع، النوع الأول التبرك الممنوع بالأولياء والصالحين، وردت أدلة دلت معنا على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وجسده وأثره، ولكن قاس ذلك بعض العلماء على الصالحين، ولذلك تجد هذا كثيرا في شرح النووي رحمه الله تعالى على صحيح مسلم، إن هو ما إن يرد موطن تبرك فيه الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا ويذكر قياسا على ذلك وفيه جواز التبرك بأثر الصالحين، لا خطأ، ليه؟ لأن هذا فعل مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب عرفنا منين أنه هو خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أن الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك بسيد البشر أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لم يرد أن الصحابة تبركوا بأثاره وهو أفضل الأولياء،
لو ذكرنا في الأولياء درجات فهو أفضل وأعلى الدرجات يعني قبل بعد الأنبياء والمرسلين. فلذلك لم يرد أن الصحابة كانوا يذهبون إلى أبي بكر ويتبركون بأثار، ولذلك ولم يفعل ذلك مع عمر ولا مع طلح ولا الزبير ولا علي ولا عثمان، وهؤلاء كلهم هم سادات الأولياء الصالحين. ولذلك وردت الأدلة تخص النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده عرفنا بذلك أنها خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي من الأولياء والصالحين فلم يرد دليل صحيح صريح يدل على مشروعية التبرك بأجسادهم ولا بأثرهم. ولذلك مما يذكر أن البلاد الهند وباكستان وغير ذلك فيها صوفية كتير جدا، ولذلك مما يذكر أن بعض أئمة الحرم لما ذهب في هذه البلاد كل طول ما هو ماشي الناس ماسكة مقص ويقصوا ايه من العباية بتاعته، فليه بركة وإمام الحرم فبيتبركوا حتى بالعباية اللي هو لابسها أو بالثوب اللي هو لابسه. فهذا سبحان الله من انتشار للأسف هذه البدعة. ولذلك لم يرد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من التابعين أنه تبركوا بجسده أو آثار أحد من الصالحين، فلم يتبركوا بأفضل هذه الأمة بعد نبيها وهو أبو بكر. لذلك هذا يعتبر إجماع من الصحابة، وهذا الإجماع من الصحابة على ترك التبرك بأثار الصالحين نقله الشاطبي وابن رجب رحمه الله تعالى، قالوا لما الصحابة ما فعلوش كده يبقى ده يعد إجماع على أنه لا يجوز التبرك بأثار الصالحين. هو مش النووي بس، ده في علماء كتير وقع في هذا الخطأ، وهذا خطأ سبحان الله كل يأخذ منه ويرد. وكل يأخذ منه ويرد، لا خطأ أنه يقال أنه لا، طبعا هو من أهل السنة. وعليه فإن من تبرك بذات أو آثار أحد من الصالحين غير النبي صلى الله عليه وسلم قد عصى الله تعالى وعصى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعطى هذه الخاصية التي خص بها ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم لغيره من البشر، وسواهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فسوى عموم الأولياء والصالحين بخير البشر وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. من أنواع التبرك المحرم بالصالحين التمسح بهم وتقبيل قبور الصالحين والتمسح بها، وهذا للأسف مصيبة من المصائب ترى عند البدوي والدسوقي والعباس وغير ذلك، أنهم يتمسحوا بالمقصورة، يلصق جسده بالمقصورة فاكر أن دي فيها بركة بذاتها. طب إيه الدليل على كده؟ ومين الذي فعل ذلك؟ فهذا سبحان الله يؤدي به بعد ذلك إلى الإيه؟ الشرك الأكبر. هو في الأول بس بيتمسح بيقولك لا أنا ما بعبدش البدوي أو مش طالب منه، بس هو في قلبه في الحقيقة يظن أن البدوي بهذه الطريقة ينفع ويضر وأنه يجلب الخير وأنه يدفع الضر، فأدى ذلك التمسح إلى أن هو أصبح وسيلة للشرك الأكبر والعياذ بالله. فلذلك بعض الناس يعني كان لما يخرج مثلا من البدوي من عند البدوي تعظيما لقبر البدوي يخرج إيه وهو يعني بظهره، ما يقدرش ان هو يخرج يدي له ظهره يدي القبر ظهره، لا ما يصحش. فسبحان الله وصل بهم الامر الى تعظيم هذا المقبور لهذه الطريقه كانه يسمع ويرى ويشعر بمن حوله، يعني ان هو ليه اداب ينبغي ان الانسان يتادب بها معه. ده سبحان الله هذا يعني من اعظم الشركيات. ولذلك بعض الناس حتى بتاخد بقى التراب كمان الذي يعني على المقصور نفسه يروح جايب المنديل وماسح مثلا ويقول لك ده ممسوح من عند البدو، مصيبه من المصايب. ده مش مجرد بقى الكعبه، لا ده بالمقصورات بتاعه البدوي او غير ذلك. الناس تذهب خصيصا مثلا عشان يصلي مثلا في غار حراء او يزور هذا المكان يتبرك به، او ان جبل عرفه في غير موسم الحج وغير ذلك يذهب اليه خصيصا ليظنوا ان هذا المكان بذاته مبارك، وان هو يوم عرفه حتى في الحج لازم يطلع على الجبل ويحاول ما يفعل ذلك، وقد يزاحم الناس لأن في ظن أن هذا المكان أبرك من غيره. ولذلك حتى هو ذكر بعد ذلك أن الإنسان في الحج حتى يقف في أي مكان في عرفة ولا يتعمد أن هو يقف في الجبل فوق الجبل فقط، ولو لم يقف هناك يكون يعني يشعر أن حجه ناقص أو لم يأخذ بركة المكان أو العبادة أو غير ذلك. ولذلك حتى هذه الأماكن في مكة أو في المدينة في أثناء العمرات وغير ذلك لا يتعمد الإنسان أن هو يزورها خصيصا لبركتها، يعني ممكن الإنسان يذهب لغار حراء أو غير ثو من قبيل بس التأمل والتدبر والنظر في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الهجرة، أو في كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواجد في غار حراء في هذا المكان في هذا الوقت ويخلو بربه سبحانه وتعالى، من باب التأمل والتدبر والاعتبار، ولكن ليس من باب التبرك بهذا المكان. فلا يجوز للمسلم قصد زيارة هذه الأماكن للتعبد لله عندها أو فوقها بصلاة أو دعاء أو غيرهما.
كما لا يجوز للمسلم مسح شيء من هذه الأماكن لطلب البركة، ولا يشرع صعود هذه الجبال لا في أيام الحج ولا غيرها، حتى جبل عرفات لا يشرع صعوده في يوم عرفة ولا غيره، ولا التمسح بالعمود الذي فوقه، وإنما يشرع الوقوف عند الصخرات القريبة منه إن تيسر، وإلا وقف الحاج في أي مكان من عرفات. ولذلك لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قصد شيئا من هذه الأماكن للتبرك بها بتقبيل أو لمس أو غيرهما، ولا أن أحدا منهم قصدها للتعبد لله فيها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. ولذلك رجل يسمى قزعة سأل قال: أردت الخروج إلى الطور، فسألت ابن عمر رضي الله عنهما إن هو عايز يذهب إلى هذا المكان لبركة هذا الجبل. قال: فسألت ابن عمر فقام فقال: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد؟ وذكر الحديث. فلذلك فهذا مما ينهى عنه الناس، أنه يذهب لمكان خصيص يقصده لبركة هذا المكان، لأنه لم يرد به الدليل. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي هو ثاني الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، أنه لما رأى الناس وهو راجع من الحج ينزلون فيصلون في مسجد، فسأل عنهم، فقالوا: مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، يعني أماكن للعبادة. وهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، كما ورد عن النبي: من مر بشيء من هذه المساجد فحضرت الصلاة فليصلي، قدر أن حضرت الصلاة ينزل يصلي فيه، وإلا فليمضي، لا يتعمد أنه يتعبد في هذا المكان. ولذلك عمر رضي الله عنه أيضا سيأتي معنا بعد ذلك أنه التبرك ببعض الأشجار وبعض الأحجار وبعض الأعمدة وبعض الآبار والعيون، لما علم أن بعض الناس يذهب للشجرة التي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عندها بيعة رضوان، قص هذه الشجرة وقطعها حتى لا يذهب الناس هناك ويتعبدون ويظنون أن هذه الشجرة لها بركة بذاتها، فقطعها قطعا لوسائل الشرك. وهذا صح عن ابن عمر، صح عن عمر رضي الله عنهم. ولذلك لا يصح التبرك بهذه الأشجار أو الأحجار، أو يقال والله ده فلان كان بيصلي هنا أو بيتعبد هنا، أو النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان فيصلي فيه الناس تعمدا، هذا كله من التبرك بالأشياء، يعني يدخل فيه التبرك البدعي، وهو من أعظم أسباب الوقوع في الشرك الأكبر. ولذلك روى الحديث: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، ونحن حديث عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينطون بها أسلحتهم وأمتعتهم. سدرة شجرة بيحطوا عليها الأسلحة والأمتعة، يقال لها ذات أنواط، يعني هذه الشجرة اسمها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا الذي طلبه هؤلاء الصحابة حديث العهد بالإسلام كان يعد من الشرك الأصغر وليس شركا أكبر. قوم موسى طلبوا شيء فيه شرك أكبر، ولكن هنا في هذا الموقف هو تشبيه الشيء الذي طلبوه بطلب قوم موسى، ولكن ليس تشبيه الشرك بالشرك. ثم قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بهم في هذا الطلب، بأن يجعل لهم شيء يتم التبرك به، لأنهم طلبوا هذه الشجرة ظنا إن هي مصدر للبركة. فلما طلب حدثاء العهد بالإسلام من الصحابة شجرة يتبركون بها تقليدا للمشركين، أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم أن طلبهم هذا يشبه طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام أن يجعل لهم آلهة تقليدا لمشركي زمانهم. فطلبهم مشابه لطلب بني إسرائيل من جهة طلب التشبه بالمشركين فيما هو شرك، وإن كان ما طلبه هؤلاء الصحابة من الشرك الأصغر. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه ليس هناك حجر أو غيره يشرع مسحه أو تقبيله تبركا حتى مقام إبراهيم الخليل. وهذه مشكلة، بعض الناس بيسبب زحام شديد جدا وضرر للطائفين في الحج والعمرة بسبب أنه لازم يقبل المكان الذي فيه مقام إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا فقط أنه بعد ما ينتهي من الطواف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. طب لو حتى لو لم يتأثر يصلي ركعتين في أي مكان، بعض الناس يتعمد لازم أنه يروح يتمسح بهذا المكان، وهذا خطأ. وكذلك أيضا من الأخطاء
الذي يقع فيها بعض الناس التبرك به زي ما ذكرنا ستارة الكعبة، القماش الذي على الكعبة نفسه. أما مسح الحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود وغير ذلك فهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني مجرد هو تقليل للنبي صلى الله عليه وسلم واتباع لأنه فعل ذلك، ونحن لا نعتقد أن الحجر الأسود بذاته ينفع أو يضر، ولكن هو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفعل بهذا الحجر. ولذلك قال كما أنه يجب قطع الأشجار وهدم الآبار والعيون وإزالة الأحجار التي يتبرك بها العامل، لأنها وسيلة بعد ذلك إلى الشرك الأكبر حسما لمادة الشرك. آخر شيء ذكره في هذا التبرك أيضا البديع التبرك ببعض الليالي والأيام، ليلة الإسراء والمعراج وليلة مش عارف كذا وبعض الأزمان التي لم يرد فيها النص الصريح، يتبركون بهذه الليالي ويقام فيها بقى احتفالات بدعية، ده اللي هيأتي معنا بعد ذلك في الأعياد البدعية. وسنقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.